مساء الخير ومساء الفل لحضراتكم. انا طالع مع حضراتكم الفيديو القصير ده هتكلم في موضوعين. الموضوع الاولاني وهو خطاب وصل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو لفخر الصناعة المصرية والافريقية والعربية النادي الاهلي. هنقرا الخطاب مع بعض وهنعلق. والموضوع الثاني عايز اوصل رسالة مهمة جدا للكابتن خالد الغندور والجماهير نادي الزمالك العظيم. يلا نبدا كده على بركة الله ونبدا اول حاجه بالخطاب اللي وصل من رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لفخر الصناعه المصريه والافريقيه والعربيه النادي الاهلي، النادي الوحيد اللي مشرف الكره المصريه في السنوات الطويله الماضيه. تعالوا نقرا نشوف انفانتينو باعت اي لايه، واتمنى يعني الناس اللي تسمعنا كده الهرش ما يزيدش لان الواحد بيتعب. على فكره انا مش قريب انفانتينو ولا يعرفني ولا بيطب، لا هو باعت الخطاب ده لوحده محدش يعني قرص عليه. انا عارفك ان انت تقول مدلل الفيفا ومدلل انفانتينو، بس معلش يعني حاول تتخيل ان هو مش مجبر يبعت الخطاب ده. يلا نبدا. تلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اليوم خطابا من انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا يهنئه بشكل شخصي، تهنئه شخصيه مش بعتها كده لكل الانديه، يعني اللي هو ايه حددهم سيلكت اول ابعت لكل الانديه، لا ده بعت للنادي الاهلي تحديدا. بيقول له بيهنيه بحصول فريق النادي الاهلي على الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه التي جرت فعالياتها بالمملكه العربيه السعوديه خلال الشهر الماضي وتقديم مستويات متميزه ممثلا للقاره الافريقيه. واضاف ان هذا الفوز، مين اللي اضاف؟ احنا؟ لا ده انفانتينو. واضاف ان هذا الفوز جاء نتيجه العمل الشاق. يا شيخ تخيل انفانتينو هم شايفين الاهلي ما بيعملش حاجه وان هو مدللك، والله العظيم ما علينا. بيقول ان ده نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل. ركز يا زول عشان الزول برضو اكيد الكلام ده هو هيضايقه جدا. يا زول ده ما طلعش مدلل الكاف يا زول زي ما انت متخيل، ده طلع مدلل الفيفا كمان. لا ومش بس كده يا زول، فكر معايا، ده انفانتينو نفسه بعت له خطاب ليه لوحده. شفت بقى ان هو مدلل جامد جدا وعملها مدلل الفيفا والكاف. طبعا الكلام ده بقى يعني مش على هوا البعض، ده انفانتينو مش عارف انفانتينو ليه مصلحه عند النادي الاهلي، هو بيقول الكلام ده ليه؟ افكر بقى بلسان المؤامره الكونيه في البطاطس المقليه. ما علينا. بيقول نتيجه العمل الشاق والاحترافيه الكامله والاهتمام بالتفاصيل الاداريه والفنيه والطبيه. تخيل يا اخي ان انا اول مره من فتره طويله اسمع موضوعات كده فيها لوجيك، يعني ناس بتركز على التفاصيل مش بتركز على المؤامره الكونيه والحاجات الجميله اللي احنا بنسمعها. وقال كمان الحب والشغف بلعبه كره القدم، ده شيء مهم جدا. وكل هذا يبشر بما هو قادم ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب. وتمنى أنفانتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي الأهلي والمنظومة كاملة، وتطلعه للقاء يجمعهم في وقت قريب. ده عايز يعملهم لقاء كمان وزي تكريم وحفلة لهذا النادي اللي مشرفنا ورفع رأسنا ورفع رأس أي حد غصب عن أي حد. لو فكر بقى يعني ثانيتين بس كده في ايه العظمه اللي عاملها النادي ده، هتلاقي ان رافع راس الزملكاوي والاسماعيلاوي والاتحاداوي لانه اسمه النادي الاهلي المصري. ولكن هو النادي دوت لانه سبايسي جامد جدا وبيعمل نجاحات كبيره مع اخفاقات مع ناس للاسف الشديد لغي العقول شويه ما فكرش خالص غير ان النادي ده اكيد وراه سر ويدور على العصفوره بقى، اكيد في سر ورا الموضوع ده ودافنين عمل مثلا عاملينه على رجل جمل في اي حته، فدايما دور ان في حاجات خارقه بتخلي الاهلي يوصل للمرحله دي. طبعا عايزين متابع، ده تطبيل جامد جدا من انفانتينو، فكر بقى بنظريه المؤامره الكونيه في البطاطس الماليه. وانفانتينو بيطبل لانه عايز يشتغل في المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي وعايز يطلع في قناه النادي الاهلي وليه مصلحه مهمه جدا مع النادي الاهلي، يعني ده اللي احنا المفروض نسمعه واللي انتظر كابتن اسامه حسن يطلع يقوله تحديدا، والكابتن عفت نصار وكابتن رضا عبد العال يطلعوا يقولوا يا جماعه ان انفانتينو بيعمل الكلام ده عشان ليه مصلحه وانه مأفور وان كل المنظومه دي بايظه، بيزفوا الخبر بره اهو. ما علينا، ده الحاجة الأولانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها. عايزين المتابع، أنا بشكر مرة تانية وتالتة ورابعة وعشرة ومليون هذه المنظومة الناجحة المحترمة اللي دايما كنت بقول الكلام ده، والحمد لله طلع كلامنا هو كلام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعني مش كلام إسلام علوي. يعني لما كنت بشيد بالمنظومة ديت نفس وجهة نظري هي وجهة نظر انفانتينو. دي حاجة أنا بالنسبة لي والله أتأكد لي قد إيه الواحد دماغه عالية، أنا مرتاح جدا، لإما أنا وانفانتينو نحجز مع بعض أوضة واحدة في العباسية. لو انتوا شايفيني بقى ان انا متآمر وان انا راجل بقى كده بطبل الاهلي ومش شايف حاجه غير الاهلي، يبقى انفانتينو هو كمان كده. تخيل ان الراجل ده ضيع من وقته ويسيب ريال مدريد والسيتي ما هو رئيس الاتحاد الدولي كله عشان يركز مع الاهلي يبعت له خطاب. يعني تخيل بقى لو النادي ده مش منور مثلا ومش ناجح، يا الراجل ده هيفكر فيه ليه؟ اكيد عنده في اليوم حاجات كتير جدا اهم
مشاكل لأندية كبيرة في أماكن تانية، ولكن هو شايف النادي الأهلي كبير وأنا كمان شايف النادي الأهلي كبير، فعشان كده أنا وأنفنتينو نتفق. حطني معاه في نفس الخندق بقى، لو أنت شايف إن هو بيطبل فأنا وأنفنتينو الأصدقاء بنطبل مع بعض. تمام يا عزيزي، اسلكوا يا جماعه والله، اسلكوا وشاركوا النجاح مع الناس ديت، والله هتبقى حاجه عظيمه جدا. عقبال ما الانديه الواقعه التعبانه تقوم، ما هو انت لازم تقوم، قوم بعقلك بقى بدماغك، انت واقع ولازم تقتنع انك واقع. مش بدوس عليك بالكلام ده، ولكن انت لازم تفوق. النقطه الثانيه عشان ما نطولش في النقطه ديت، كابتن خالد الغندور بقاله كده اسبوعين، مش اسبوعين يعني حوالي اسبوع، متحامل كده شويه، على مش متحامل بقى، واقف في صف النادي الاهلي شويه وبيدي النادي الاهلي حق. فبعض الناس بتسال، ده الكلام ده بقول لك من اسبوع، ايه السر ورا تغيير طريقه والخطاب الاعلامي للكابتن خالد الغندور؟ ما مش معقوله منزل بوست مع كان مع مطلع السنه كده بيقول ان هو بقى اختار ان الشناوي افضل حارس في مصر، وبيقول على فكره ده طبيعي ان الشناوي يكون احسن حارس، ده البوست بتاعه يا جماعه، مش بقرا قصه خزعبليه ولا بحكي لكم قصه ابو زيد الهلالي. هو بيقول ان الشناوي طبيعي يكون افضل حارس هو مختاره، وكولر افضل مدير فني. ده الكلام ده يزعل الزملكاويه جدا او بعض منهم، يعني بيقول لك كولر افضل مدير فني، الشناوي افضل حارس بسبب بطولاتهم في 2023، وبيرسيتاو افضل محترف داخل القاره، وافضل لاعب داخل القاره ويكون افضل محترف في مصر، وطبيعي ان زيزو يعني هو كمان خلاه احسن من كل المحترفين الموجودين، احسن من حمزه المسلوسي الناس شايفاه رقم واحد. ده كابتن خالد غندور يا ضنايا. وبيقول لك زيزو احسن لاعب في مصر، وبيقول لك ان طبيعي كمان ان كوكا اللاعب الوحيد تحت السن اللي تم اختياره في قائمه منتخب مصر الكبير، واللاعب اللي صعد الاولمبياد افضل لاعب صعد يعني، وبقى قعد بقى والاهلي افضل نادي فالناس قاعده تقول خير يا رب، لحد ما بنت الرؤيه امبارح بظهور الكابتن خالد الغندور مع الاستاذ ابراهيم عبد الجواد ليعلن كابتن خالد الغندور انضمامه لقنوات اون سبورت. ومش بس كده، هو بيقول ان هو ندمان على الحقبه البائسه، ومفيش حاجه، ايه هي الحقبه البائسه؟ وجوده في قناه الزمالك، وبيقول مفيش حاجه ممكن تخليني مش ندمان غير جمهور الزمالك اللي انا كنت معاه، لكن لو عبي الزمن مش هيفكر في التجربه ديت، لان بالنسبه له ان هو يكون في قناه بتتكلم كوره احسن ما يكون في اعلام فئوي، لان ما كانش حد بياخد رايه. ده كلامه يا جماعه مش كلامي، بيقول ما حدش كان بيسمع له ولا بياخد رايه الا مجلس الاداره بينفذ تعليمات ومطلوب منه يقول حاجات معينه، فهو ما كانش مستمتع بالتجربة تماما، وكان بيقول حاجات مش مقتنع بيها لأن دي رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك. وأنا هنا برجع وبقول لتتأكد عزيزي المتابع الزملكاوي إن ما يملأ عليك غير حقيقي، وأنا كنت دايما بقول لكم الجملة ديت، لو نفس الأشخاص اللي بيصدروا لكم دايما نظرية المؤامرة وبيصدروا فتن بينه وبين نفسهم بيطلعوا من الاستوديو، أنا قلتها لك ومثلتها لك بأحمد الطيب لما كان يقول لك لا يهمنا ان الزمالك يخسر من ارتا سولار، المهم خساره النادي الاهلي السوبر الافريقي، كنت بقول لك اكيد بعدها بيقعد كده ويقول لك ها 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 ها. اغبياء، هو كان بيكلم بقى الفصيل اللي صدقه، دي طريقته، ما هو مش ممكن يكون مصدق، ما فيش حد فيهم يا جماعه من الناس ديت مقتنع باللي بتقوله لكم، ولكن هي بتحشلكم الكلام اللي ممكن يعجبكم في حقبه بائسه من 25 سنه مصدر دايما المجلس الاداره والناس اللي ماسكه الزمالك ان الزمالك دايما ضحيه الاهلي، ودايما بيخليك عايش على ايه يعني احزان، مفيش احزان والله، مفيش اصلا احزان لجمهور النادي الاهلي، على بطولات وهميه زي النادي الاهلي مثلا يخسر من فلومينينسي، فده انجاز عظيم لنادي الزمالك، ارفع كاس وبطوله ونزل حفل، وبقى يجي يقول لك سيره النادي الاهلي ما تتجابش، انت دايما اقعد اغلط في النادي الاهلي وسخف منه وخرج نادي الزمالك من عبايه ان هو نادي واقع، لا دايما اقنع جمهور الزمالك ان احنا بس ظروفنا اللي مش سامحه ان احنا نبقى كويسين. فنفس الناس دي لما بيخرجوا من القنوات ويسيبوا مجالس الادارات ويتكلموا كلمه منطقيه بيقولوا كلام غير ده، روحوا اتفرجوا على لقاء كابتن خالد الغندور وعلى شكلتهم دلوقتي كل اللي انتوا سامعينهم دلوقتي.